السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا قناه وين وكونكر. اهلا وسهلا بكم من جديد. معكم النهارده في فيديو مهم جدا 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 حرفيا. وانت بتشحن سبيس او عايز تشحن سبيس مش هتحتاج لاي موزع دلوقتي، لان الشركه ريحت الحوار ده خالص وقدرت دلوقتي ان هي تقدر تشحن بنفسك. اول حاجه انت تخش على الرابط ده يا جماعه، جيم فور اي ان ايجيبت، طبعا هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف، في صندوق الوصف. الفكره كلها ان انت لازم يكون معاك خط فودافون كاش وتتبع الخطوات التاليه. طبعا ما تنساش الاول حاجه تعمل لايك للفيديو، عشان احنا يا جماعه والله بنتعب في الفيديوهات دي، احنا عاملين فيديوهات كتيره جدا جدا في القناه عن كونكر اونلاين. طيب نكمل. اول حاجه انت بتختار اللعبه سواء كونكر اونلاين او كونكر اونلاين موبايل، تمام، اي لعبه منهم. حلو الكلام، هنختار مثلا كونكر اونلاين. حلو الكلام، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بلو اختار بعد كده مثلا السيرفر، الجروب الاول بتاع السيرفر، مثلا انت مثلا في ستور مش عارف ايه في اي حاجه. بعد كده نكتب يور جيم اكونت اي دي، بعد كده بنختار فئه كارت الشحن. طيب بعد كده نختار ايجيبت، طبعا هي موجوده اصلا. بعد كده فودافون كاش، وان شاء الله هيضيف اتصالات فلوس وبنين فلوس وهكذا 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 لغايه ما تبقى كل الشبكات متاحه. بنعمل نيكست، هينقلك بعد كده هيديك طبعا التفاصيل اهي، بيقول لك مثلا ده الاكونت دي بتاعك، ده اسم الشخصيه، ده مثلا كيو كارت تيب، ده اللي هو كارت 60 سي بس، السعر $1 وهكذا. ادي التفاصيل، بتعمل اوكي. بعد كده هينقلك لموقع تاني زي ما انتم شايفين اهو بيعمل لوتينج، بيقول لك بعد كده ادخل عنوان البريد الالكترونيه، تكتب الايميل بتاعك، ادخل رقم هاتفك، تكتب رقم التليفون بتاعك. حلو الكلام، هيسحب منك 15 جنيه و51 قرش. التاجر نيد دراجون طبعا. بعد كده استمر. بعد كده هيحولك لرابط ثالث وهيكون مكتوب فيه التفاصيل طبعا بتاعت الميل والكلام ده كله. يرجى انتظار حتى يقوم مش عارف ايه بيانات الدفع. حلو الكلام، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الرقم السري للمحفظه والرقم السري المتغير اللي هو الاو تي بي. حلو الكلام، طب هتقولي ازاي دي يا معلم؟ هتلاقي يا معلم كده جات لك رساله، تمام، مكتوب فيها الرقم السري المتغير اللي هو الاو تي بي. الرقم السري المحفظه ده هتكتب رقم اللي هو بتاع فودافون كاش بتاعك، ما تقلقش من اي حاجه، خلي بالك الموقع امن جدا جدا جدا. بتكتب رقم فودافون كاش بتاعك. حلو الكلام، لان طبعا هيقول لي طب يا عم حاجه عشان تكون نصب ومش عارف ايه وبتاع. يا جماعه اي عمليات سحب لازم تكون من خلال الخط نفسه اللي في تليفونك، بس دي بيبقى امر زي مثلا كانك بتسحب من مثلا تقول له فوري اطلب مثلا كود كذا عشان نسحب، تمام. بتكتب رقم سر المحفظه ورقم السر المتغير اللي هو الاو تي بي اللي جالك على التليفون. رقم سر المحفظه اللي هو رقم خطك بتاع فودافون كاش، بتاع المحفظه بتاع فودافون كاش، يعني مثلا انت عامله 1990 1000 مش عارف 580، تمام، هو الرقم ده. والرقم الاو تي بي ده يا جماعه هيجي لك في رساله على التليفون، تكتبها بعد كده باي ذا وايلد اللي هو شراء هذه الدفعه، وهتلاقي المعلم وصلت لك وقال لك تمت بنجاح شراء هذه الدفعه، والموضوع ما بياخدش دقيقه دقيقتين، تمام. نفس الحوار يا جماعه هو برده في كونكر موبايل، خلي بالكم لحسن حد يفتكر حاجه ثانيه، هو نفس الحوار. كده هتقدر تشحن بنفسك، كده هتقدر تشحن بنفسك، مش هتحتاج لاي موزع يشحن لك كروت سبيس، تمام. ما عدا طبعا المشكله الوحيده هي لو الشركه عرفت تبقى فيها فايده اكتر، اللي هي شحن ملايين كونكر. حرفيا لو الشركه قدرت تعمل شحن ملايين كونكر عن طريقه فودافون كاش، ودي خطوه كويسه هتبقى عفوا هتنفع، تقدر دلوقتي تشحن سي بي اس عن طريق كونكر اونلاين نفسها وكونكر اونلاين موبايل، مش هتحتاج لاي حد نهائيا، والموضوع بسيط جدا جدا جدا. اتمنى يا جماعه اكون فدتكم بالطريقه دي، الموضوع بسيط جدا مش محتاج اي حاجه نهائيا. طبعا السعر بيكتب لك اهو، مثلا لو احنا عايزين نعرف مثلا اللي هو الشركه دي ايه التفاصيل منها اكتر، فنقدر نعرف، عايزين نعرف مثلا بتعمل ايه، مسؤول عن ايه، الكلام ده كله. بس هي طبعا شركه كبيره جدا جدا جدا، الترتيب بتاعها العالمي 26000، دي معناها ان هي ماسكه العاب كتيره جدا، تمام، ماسكه العاب كتيره جدا جدا جدا، يعني مضمونه جدا بصراحه. لا لا لا، دي شركه كبيره جدا يا جماعه، طول ما هي الرانك بتاعها 26000. طبعا هنا ده يا جماعه خاصه بالمبرمجين، وهيفهموا هو ليه بيركزوا على الاضافه دي عشان نعرف مين هترافق الموقع، ان هو كبير ولا صغير. عارفين انت لو كان مليون ولا حاجه كنت اقول لكم ان هو لسه مش مشهور، لكن ده ب 26000 ده معناه ان هو بيخش له شهريا ممكن حوالي
6 مليون 10 مليون زائر شهريا. تمام. فبكده يا جماعه دي كانت اللي هو الفايده كلها بتاعت شرح الخاص بشحن عن طريق فودافون كاش. ارجو تكونوا استفدتوا. ما تنسوا اشتراك للفيديو والاشتراك للقناه مع تفعيل زر الجرس. اتمنى لكم كل الراحه وان شاء الله تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله ورمضان كريم عليكم. خلاص رمضان يا جماعه فاضل له اسبوعين تقريبا وهيجي يوم 15 او 14 في شهر 4. لسه يا جماعه والله اللي بالنسبه لايفنتات شهر 4 لحد دلوقتي ما نعرفهاش. بالنسبه للرونزات الجديده دي يا جماعه ان شاء الله احتمال تتفتح الشهر الجاي، اللي هو الايكون بتاع الرونزات احنا عارفينه هتفتح احتمال الشهر الجاي. الى اللقاء، اتمنى منكم كل خير وسعاده وحب.